المدينة الرياضية التي افتتحت عام 1987 لاستضافة ألعاب دورة البحر الأبيض المتوسط في اللاذقية تعتبر صرحا حضاريا ورياضيا واجتماعيا مهما لما تمتاز به من موقع استراتيجي وحيوي، وبنفس الوقت هي الرئة والمتنفس الحقيقي الوحيد لسكان محافظة اللاذقية لقضاء أيام العطل والتنزه مع عائلاتهم فيها. نحن مجموعة تابعين لكنيسة، فكل فترة بنعمل لهم نشاطات للأولاد بالطبيعة، ونحن دائما بنفكر الحقيقة بالمدينة لسبب التسهيلات اللي فيها، يعني منطقة آمنة، مساحات كبيرة خضراء نظيفة، يعني هون الواحد بيحس حاله الحقيقة أنه هو قريب من الطبيعة وبنفس الوقت يعني قريب على كل شيء. جو كويس، أمان، أولاد أطفال بيلعبوا برياحة بأمان، الشعب بسيط، كله بيجي لهون ليرفع الناس، يعني الجو هون غير جو البحر. في أحلى من الخضار والطبيعة والأمان وكل شيء، شو ما الواحد حكى قليل. فيها طبيعة حلوة وفي قعدات حلوة وجماعات حلوة. جاي نشم هواء ونتسلى ونقطع وقت يعني. فالمساحات الخضراء الواسعة التي توفرها المدينة الرياضية فضلاً عن الخدمات الضرورية تجعلها مقصداً سياحياً شعبياً لا يتكلف فيه المرتادون سوى زوادتهم الشخصية. فيها مساحة وحلوة ونلعب فيها تنس أو طابة. حبينا أنه نجي اليوم، صرنا زمان ما طلعنا مشوار والجو حلو كمان. بنلعب وبنتسلى وبننبسط كتير. فيها ساحة كبيرة وفيها بسكليتات نلعب فيها. رقدت ولعبت مظبوط كتير كتير. بلعب بالطابة بتسلى. ما فطت الهول. وتبقى مدينة الأسد الرياضية أقرب موقع يمكن أن تقضي فيه العائلة يوم عطلة بالنسبة لأبناء اللاذقية وريفها دون أي تكاليف مادية، ولذلك من يزورها يوم الجمعة يشاهد مئات الزوار من مختلف الشرائح والأعمار.